السيادة المادية قام اليوم على مثلث ثابت، ممنوع مخالفة قانون النقد والتسليف، لا لتمويل الدولة من مصرف لبنان، لا بالدولار ولا حتى الليرة، لا إراحة المضاربين على الليرة اللبنانية. بناء على هالشي صار في التزام من كل الفرقاء. المضاربين فهموا انه ما بقى عندهم خبز بالمضاربة على الليرة. الدولة اللبنانية اقتنع مصرف لبنان ما رح يمولها، وبالتالي صارت هي تركز على إيراداتها الخاصة اللي هي بحدود 250-260 مليون دولار بالشهر. أما عموم الشعب اللبناني ففهموا أنه الكتلة النقدية بالليرة بدها تضلها تحت سقف تقريبا 100 مليون دولار. ونعرف أنه اليوم طريقة تدخل المصرف المركزي اللبناني هي بضخ ليرة وسحب ليرة، بالمقابل باقي الأفرقاء ببيعوا دولار وبيشتروا ليرة، وبهالطريقة هيدي بتكون اللعبة مضبوطة، بتصير ليرة مطلوبة والدولار معروض، وهيدي أسس كتير سليمة للمستقبل. بيبقى طبعاً إنه مثلاً تنزيد الاستقرار الاقتصادي بالبلد لازم يكون في معالجة موضوع إعادة الهيكلة المالية والمصرفية مشان تفوت نهائياً بخطة التعافي المنشودة.